شندي كدقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة. الليلة نحن جينا ليلة نحن جينا 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 ليلة نحن جينا 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 ليلة نحن جينا جينا. أهلا ومرحبا بكم في برنامج مسرح في الهواء. نحن الآن يا أخواننا في مدينة الجنينة وفي جامعة الجنينة. طبيعة البرنامج يا أخوانا دائماً بنحاول نناقش بعض المواضيع الهامة جداً في حياتنا، فتعالوا كلنا يا أخوانا نشارك ونشوف الليلة حنقدم لكم ياط موضوع. مرحب بكم. ألو أي لا 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 أرفعوا الحاجات دي جيبوا لي في الدكان. انتوا احتجتوا اي حاجه يا اخي؟ احنا حالنا واحد يا اخي، تعالوا لي في الدكان. اي تعالوا الدايرين كله موجود، الخير راقد يا اخي، الخير راقد. لا 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 عادي عادي يا اخي عادي، ما فيها كلفه ولا في اي حاجه. الله يديك العافيه يا اخي. تسلم تسلم لنا يا اخي، تسلم من كل سلم لي على الناس. الحله كلهم عليك الله، كل الحله سلم لي عليها. اي لا لا اي لا تمام ان شاء الله. والله الحمد لله، الله يبارك فيك، الله يسلمك. هاي ايه قدام جيجي، اديني لها اديني لها. ازيك كيف يا كويس كويس خلاص بضرب لك بعدين بالليل. انا بسوي الخدمه، بعمل الخدمه بعدين بضرب لك. حسن يا حبيبنا. حسن كيف الامور يا اخو؟ مشتاقين. تمام ارحب بك. ان شاء الله كويس. حبابك كيفك انت؟ تمام ان شاء الله كويس. الحمد لله. لك انت والله زول 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 جافي شديد. كيف يا حسن يا اخي؟ معقول يا اخي؟ انا مشغول يا اخي. انا من الصباح الصباح اليوم كله انا قافل. تقول تقول الزول ده دكانه مقفول ماله؟ والله يا حسن بس اتلخمت مع الدكان وتصحي كده مالك. والله تعرف سبحان الله امس ما كنت مساهر بالليل مالك واحد في لا لا والله بس فعلت الخدمه وعندي موضوع كده مع واتسابات. اي واتسابات انا ما اعرفك. ان شاء الله كويس. ها كيف السوق؟ كيف والله الحمد لله. الحمد لله غايته الخير راقد والدكان مليان يا حسن. والله غايته ربنا يسهل بس. الله يسهل والله. لا لا ما شاء الله طوالي معنا داخلين مارقين داخلين. اي والله اي والله. شيلوا سكر شيلوا ملح. والله 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 انا عادي اسالك. انا لازم قاعدين يجوك؟ ها؟ لا قاعدين زراف. والله برسل لك اقول لهم اي حاجه ما عندي تمشي بها طوالي يجوك يشتروا منك. يا زول كيف؟ لا 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 بيجوني والله طوالي وقاعد اكرمهم وناس زراف ودمهم خفيف والله. وناس برضو ناس ناس ناسكم برضو والله. الناس اللي بترسلهم لي في دكاني ديل والله ما شاء الله طوالي بيقول لي رسلنا يونس. اقول يا حسن يا اخي دخل عندي كم حسن الله يديك العافيه. اخوه البيناتنا والله والعشره ملاح والله. يا زول هوي احنا ما في شيء يفرقنا يا زول هوي. يفرقنا والله الى الموت. اي والله بعد عمر طويل ان شاء الله. بعد عمر ان شاء الله ان شاء الله بعد عمر يا اخي. والله حسن يا حليلك يا اخي. تذكر تذكر السنه اللي فاتت زمن الخور جاء وقطعنا وانا بهنا باشر لك وانت بتعشر لك. اي 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 تذكر. اي والله يا والله يا عيال كيف كيف يا اخي. يا سلام كانت الايام تريد. يا سلام يا
صوتك حلو يا حسن. يا زول دايما غنى وفرحان يا زول. هاي والله كمان لو شفتني انا جوا الحمام مبالغه صوتنا مبالغه عديله. يومتها انا ارسل في الحله البيغادي مشينا وديت مفاصل يا زول. يا والله انا والله انا ما كنت خايف من الحجاره حقتهم. لا 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 حجار والله لا دي سوي كده سوي كده سوي كده والله حزين. مش ثلاث اغاني ما حد الصين ولا واحده والله. لا لا يا والله مجامله يعني نظم احتيال والله. اها قلت لك الزيت كيف؟ الزيت؟ لقيت زيت؟ والله يا حسن الزيت ده قالوا حبه سعره رفع في السوق يا اخي. انا عندي غايته جركانتين بديك منه جركانه بس كمان خلاص والله بديك يا حسن. انا كمان اقول لك كلام عندي سكر برضه بديك من السكر حقي كثير؟ ايوه بس خلاص على قال الله لانه سكري ده قرب انتهي يا اخي معقول؟ الناس الحلوه ذول يحبوا السكر يحبوا السكر يحبوا السكر سكر 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 يا اخي انت يا اخي انت عجيب. الله يبارك يا اخي والله يا حسن تبي حلو يا سلام. ما شاء الله شايف ناس بكافر للمولى ما مشيت والله يا اخي. اليوم ذاك مشغول في الدكان هاي والله لانه والله فقدوك. قال لي يا اخي يونس صاحبك ده ماله ما جانا يا اخي. يا سلام يا اخي هاي والله. والله نحن نواسي الناس في فرحته ونواسي في عزه والله. اكلمني يا حسن والله يريح عليك. اللي هي بيفصلنا غور ها بيفصلنا غور بيفصلنا شيء والله. انا وانت ها كذا 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 هاي والله كذا والقوه ثابته. ايوه القوه ثابته القوه ثابته. اي حاجه حسن احتجتها من دكاني ده ها انا سددت يا زول. دكانك دكاني دكاني دكانك بس. ايوه اي والله لو اقول لك كلام اجي يوم اجي يوم يا يونس يا اخوي انت تقعد في دكاني وانا اقعد في دكانك يا زول والبيع واحد والله ابشر. ايوه والله ابشر وما اخذ لك انا. ايوه ناس الحله بتاعنك البيغادي ديل اي حاجه احتاجوها من دكانك دكانك ما في رسلوا لي طوالي برسلوا. لو اقول لك كلام اسرح حلتكم دي ما قاعد تتدين مني عادي والله بضمانك انت بس. لا 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 والله ما التعامل ما هلنا وناسنا وناس حلتنا الدنيا دي فيها الدنيا دي فيها شنو عليك الله الدنيا دي فيها شنو. لكن مرات كذا قاعد تقرص على الزباين ها لا مرات كذا لكن ما لازم نربح كمان يا اخي. فكة شويه فكة شويه. يا سلام كيف امورك انت عليك الله الحمد لله تمام التمام. الجو عندكم ذاته جميل الليله لكن رفوفك فضت والله ها الرفوف فضت يا اخي. ما البضاعه يا اخي البضاعه بقت جيبانها صعب. اي والله يا والله بقت جيبانها صعب والله. لكن عليك العين اذا اخش يقول لك طحنيه طحنيه تدي سمحه. يا سلام يا يا سلام جبتوها بتن سمسم مش اي والله طحنيه سمسم يا زول. يا اخي والله لكن عجيب كيف عليك الله سمسم القضارب ولا شنو؟ ايوه يا سلام يا سمسم القضارب يا سلام يا اخي. والله مبدع من يومك الله يديك العافيه. والله بجيتك يا حسن للحله دي الخير ذاته جانا والله يا سلام. مش قاعد في حلتكم هنا دي ها والله مستمتع عن الهواء الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام على الهواء يا اخي والله غايتي. يا سلام تتذكر يا حسن تتذكر السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت زمد الخور ده تمله موت توف تمله كده وانت تشيله الجد علي. اي والله وانا اشيله الجد علي. اي والله والله ايام ايام عجيبه ايام حلوه يا اخي. يا سلام اسمعني يا اخي ما نمشي نقفل دقاكين نذل ونمشي نشوف الفاتحه دي كيف. والله يا اخي والله انا يا اخي الوفد ما مشيت. اي والله يا اخي اقول لك كلام نازل نقفل ونمشي نفطر معاهم. والله قالوا عندهم خروف بيج. لا خلاص ها خلاص بس خلاص نقفل الكرامه نحصلها. قفل 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 يلا ها امسك شي اقول لك كلام شيل دكانك وراح اروح اروح اروح. بسم الله الدكاكين دي معلم مقفله. نبيلة ازيك كيف كيفك ان شاء الله تمام كويسه الحمد لله الحمد لله. الله يسلمك تمام الحمد لله. جايه من هناك جوني ضيوف هسي قلت اسوي لهم حب شاي ما لقيت شاي ما لقيت ودار اسوي بون بون ما في. قلت خلاص اجي اشيل اي حاجه من الدكان. حسن والله انا الملابس الملابس اتردمت كده ده صابون ما في لا بودره لا كتونجات للسوداني. كتونجات ده شنو؟ صابون بالله يسلمك. اي لا. وما لقيته هسي قافي اللي بنسوي شنو انا يا والله مع يونس برضه شايفاه شايلها مثلا لقطعه الخور دي انا. لا يونس لا حسن هاي سبحان الله مشكله يا زوله. هاي انت ما بلقى عندك حبه حب شاي كده تديني لي واسوي بيه شاي للضيوف؟ والله بديكي حب شاي. اي والله ما بتقصري كريمه انت. ايوه عندنا انا يعطيك العافيه. بس ما دايره دايره انا يا هبه انا اي حاجه. اي بديكي والله. لكن يا نبيله يا اختي والله اقول لك بصراحه كده انا والله شايله شويه كده منك في خاطري. هاي ومالك كمان شايفاك في بك خالتي جيت يا اما بكيت لك بك مسيخ كده عينك دي ده معايا ما جاتها مع اني انا في بك خالتك ربطت توبت حزمت وتلزمت وردح وردح من خشم الباب لحد ما جيت. لا خليت لي وصف شكرتها
مع اني شماها. ما بتخجلي؟ انا جايه ابكي وابكي وابكي، ما باقي الا احبل في الواطه واكف رمات في راسي. اقول لك شنو؟ ما حبيتي، ما حبيتي يا نبيله. شكرا. جايه داخله ايمه مكحل عيونك وجاياني البركه فيكم كده، والله زعلت منك. لا بالغتي، ودايرة ما خليت لك شيء. انا دايرة نسألك، انا برضه متعمده ما شاء الله شابه يا دابو عز الشباب، وكي تتوفى جيتي بكيتي، جيتي متاخره، شفتي بعد الفطور الناس فطرت غسلوا العده، بعد ذاك انت جيتي. هاي قولي كده عشان كده بكيتي مسيحي. ولا عملتي انتي حاجه؟ ولا غسلت عده ولا عملت اي حاجه؟ غسلت يا اختي، ما قصرت انا، انا دي ما قصرتها. داخله ومرقه في مناسبات، كن قاطع الخور وجايه من الخور قاطع من... كنت قدر ده يشهد الله. يعني نبقي عامله كيف بخور؟ قلب بكي لنا بنبكي له، والبزغرت لنا بنزغرت له، بيضحك لنا بنضحك له. عملتي شنو؟ وانا قصرت في شنو يا نبيله؟ ما قصرت في شنو؟ انا في حلتكم دي وريني تتذكري. تعي ساكت انا، ها بتذكر، ها وريني وريني. يوم العرس، عرس منو؟ ولدنا، ولدنا اللي اتزوج بنتكم. هو ذاته عليك الله، كما الدنيا دي ساي، احنا بندي بنتنا لولدكم؟ ماله؟ ماله ولدنا؟ عدمان عاطل ما شغال، خلت يا يمه اولاد عمها، يا يمه اولاد خالاتها، يا يمه يعملوا كده. ما عرسالك وقاطعين الخور ده وجايينكم. انا قلت لها يا ولد اخوي تعال، ما دام اولاد خالاتها اولاد عمامها اولاد حيها ما جو، تعال انت امشي استر البيت، حنان على حالكم. استر البيت مال البيت، تجونا مكلفتين، لا تب زي الناس، لا رسم زي الناس، لا حلة زي الناس، لا مكياج زي الناس. مكياج؟ نحن بتاعي مكياج يا اختي. عليك الله. لكن تيابنا ما زي تيابكم، ويشهدوا كده كيفي في الخور ده، وشوفوا حلتنا وشوفوا حلتكم. فرق التياب. الخور ماله؟ يعني ده البقى بيننا؟ هاي. بس شوفينا. زي ما قلت شوفي ايش واشوفك واشوفي انتوا عملتوا شنو؟ تشوفي شنو؟ تشوفي شنو؟ احنا ما قصرنا معاكم، لكن انتوا ناس شفتوا نكارين جميل، اصلا من زمان قدر ما زول يبقى معاكم كويس انتوا كعبين. ولو ده كلامك الا اكلمت اخويا يطلق بنتكم. ما يطلقها؟ يطلقها، بقت اساءة بالخور وبالحي وباللبس، يطلقها. الخور خوركم هو؟ والله بلا اساءة بالخور دار تصلبطي في خوركم هو؟ يطلقها مش معناتها يطلقها الا يطلقها. يطلقها يا اما اولاد عمها اولاد اهلها يهزوا ويرزوا. اي ولو ما طلقها انا اللي بحلف عليها بالطلاق. وكلمك كلام، تحلفي انت بالطلاق؟ اي اكلمك حبشايك ما دايره. عليك الله. اي شفتوا ضيوفي ما دايره حبشايك. واسمعي يا نبيله، ما اشوفك شفتي تاري قاطع الخور ده وجايه حلتنا. ولا انت، ولا انت تتمي مره وقت الخور ده وتعالي لنا عشان تشوفي شيء. اشوف شيء؟ نبت خوفي منو انت؟ والله الله امسكك توبك في يدك. تمسكي منو؟ انا بعرف اللي بمسكي منه، لكن امسكك توبك في يدك بس اقطعي الخور ده وتعالي. بقطع الخور واكلم الكلام، خور ذاته تاني ما فيها. ها شفتي الخور ده؟ اي ما في تاني. أشوف. وما دار معاكم اي معامله تاني مره. كده شفت في عرس انك رقيص كرهتين اي حفله بس اشوفك ترقصي. اوعي اشوفك تاني في عرس في حلتنا. اسمعيني، ريتك للشاي ولا النعناع تاني دكان يونس ده يحرم لك لو شلت منه حبايه شاي. واشوف خلقتك دي كده في دكان حسن يونس. يا يما عنده شنو يا يما يونس؟ اي حاجه مدتها منتهيه، اي حاجه ما في وانتهت وانتهت. عنده شنو من حيك؟ هاي انت جاي له، لكن بس تاني تمي مره ولا وحده من حيكم تتم مره، ولا راجل من ناس الحي ده لك يتم راجل يجي المكان ده. اول شيء زحي من حته حسن. الله. هاي بتقع، بتقع في الخور، بتقع بقع. ارجع اتم مره انا بوريك يا نبيله، بوريك ووري حلتكم كلها. وكده بس شفتي بالغلط القى وحده من نسوان حلتكم ديل قاطع الخور ده وجايانا، ولا جايين دكان حسن؟ لا ما محتاجين والله الحمد لله. محتاجين؟ ما محتاجين شنو؟ يونس مكفو وموفي في الشاي وفي النعناع جيتوا بتشهدوا. يونس يا إما فاضي من الونسة والكلام. عايفي اصبري، الخور ده تشوفي براكي. بنتلاقى، بنتلاقى. اي عجيبة. ايه ناس تخرب السوق، تخرب السوق لبعض. الحسد ما مشكلة،
عجيب والله. حسن 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 بقيت تطنشني مش؟ لا ما سمعتك ما سمعتك. اي ما فجأة كده اضمنك تقلو صح؟ آه لو اضمنك ما قعدت كورك ما تكورك. هسه انا كوركتها؟ كوركتها. هسه حسن عليك عليك الله انا كوركتها؟ انت كنت بتقول لي حسن زمان ما كنت قاعد تقول لي شيخ حسن اسمعنا يا ناس. هسه بقيت حسن ساكت؟ يعني انت ما كده شيخ الحلة دي؟ المهم حسن. نعم. دكاني ده انا فضة يا اخي. عارفه. داير لي كده دقيق سكر. شاي شاي اي حاجه يا حسن يا اخي. انت ما قعدت تديني ما بقيت ما قعدت تديني ذاتك انت حسن يعني. حسن ايام الخير الخور ده الخور ده ناس الحلو كلهم بيستنفع منه دكاني انا ودكانك ناسك بيغادي كان يحتاجه ما بيجي دكاني ده بشيله ها يا زول هوي هوي ناس انا كان يحتاجه ما يمين ما بيمشوا انت بتعمل لي في حركاتك دي وتحنني مع انه عمايلك سوداء وانت عارف على كلام انا بقول حسن انا عمايلي سوداء وتورورني كده وتقول لي عمايلك سوداء عمايلك سوداء يا حسن دي اخر نسيت ولا شنو انا لما الناس الحين يجي ويقول لك امشي جيب دكان حسن ده فيه كده ولا كده ولا كده قاعد تشتري مني ها ما قاعد تقول لهم يا اخوانا ما عنده ولا بتقول الطحنيه قاعده عندي انا هاي انت ده انا هاي وانت وتتذكر يا حسن تذكر زمان حرشت الجماعة وقلت لهم طحنية يونس دي مدتها منتهية ما صح منتهية ها منتهية صنعتها انت صنعتها انت شنو؟ ما صنعتها يا حسن يا اخي اتقي الله والله تتقي الله انت تتقي الله يا اخي انا ما عليك ما متقي الله ما متقي الله انا انا سويت لك شنو؟ سويت لك شنو؟ يا اخي انت رعيت الدين اللي رعيت الخور ده اللي رعيت على اختماعك يا اخي حسن حسن ها الليله دار تختلف معي ها وناس الحله حلال هذول كلهم يقرروا مية زيك تختلف معي أيوة مية زيك حتى لو شنو حتى لو تحلم فيني حزن 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 بتعرف لا شنو انت وانت ما بتعرف لنا دقيقة انا بقول لك لي دقيقة تقول لي دقيقة ما عندي وانت عندك كمان لي شوالات هات تبت كوري كمان لي شوالات عندك كوري ودار تسمع ناس الحله صح ماشي ما تسمعهم انت قاعد تسمعهم توري منك كعب ما عارفين ناس الحله عارفين وعارفين خلاصاتك وعارفين انك راجل بخيل وما عندك عشر ذاته يا اخي اول حاجة انت ها انت ما قاعد تجيب الفول البايد الفول البايت بتخطه ليوم الصباح لا لا يا الفول بايت دا اللي مزرعه يعني ما لازم يبيت مبيت في بيتكم بايت في قدرة في بيتنا هاي يا حسن بتقول لي انا مبيت في بيتكم هاي دي اخرة التمة يا حسن هاي دي اخرة الخوة يا ده هو بعد ثاني ما دار معك اي علاقة ما عندي منك اي علاقة ولا الخوة انا ده ما دايره معك ولا ذلك ما دايره وحياة دي اقول لك كلام شفت الخور ده انا يمين احفر 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 ثاني تشوفني لا اشوفك يلا احفروا انت هنا احفروا انا انت هنا بملى لك شوك انت هنا والله املاه شوك هات شوك اللي طحنك والله انا عامل طابي عامل طابي هنا طابي بسبب منه ابني سور ببنيو ها ابنيو والله انت تحفر وانا احفر نشوف الموضوع ده يصير لا 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 بيني لا بينك يلا انت لا هنا لا دكان لا يلا فرتقنا لا دكان هو فرتق حسن هو فرتق بلا فول بلا كمونية مع بلا كمونية دقيقة اصبر لي يا اخي الله نبيلة ازيك؟ هيا كويسة؟ عاد اخبارك؟ كيف عاملة؟ والله مشتاقين تمام؟ بالاكثر والله كيف انت؟ ما تلاقينا لنا فترة اي والله اخر مرة شايفاكي في عريس ناس فاطمة ما قصرتي والله انت برضو ما شاء الله كان الاحمر عامل شغل والله تمام الحمد لله كيف عاملة؟ تمام والله كيف اولادك؟ ما لي عوجة كويسين ناس حلتكم كيف؟ ان شاء الله ما في عوجة وانت ناس حياكم كيف؟ تمام التمام عليك الله حجة فاطمة ديك بقت كيف؟ والله بقت كويسة الحمد لله عملوا كرامتها ما شفتك ما عزموك؟ والله ما عزموني ما انت عارفه هاي عشان يمكن ما مشيتي امشي لهم سلم عليهم بمشي بسلم عليهم والله عين عليك انا ما بلقى عندك حبه دقيق والله عندي عندك دقيق لانه مشيت طحنت عمي يا سلام عليك بزار لي حبه كده دي انا والله مصدعه شفتي صداع الدكان هو زي ما شايفه قافل شفتي بلقى عندك بنادول بنادول ما عندي بنادول لكن عندي اسبرين خلاص ينفع. تمام خلاص تمام اي بجيبه ليكي تمام عندي قاعد في المطعم ما دايره زيت برضو عندي لا لا والله زيت خليه مره ثانيه بكون دايره لكن هسه ما دايره خلاص كويس خلاص اديكي العافيه واي حاجه دايره عليك الله نبيله ما تخجلي احنا اخوات والله طولت علي قول لي انا عايزه كده منو زينا انا وانت انا برضو لو دايره الزيت الملح السكر شفت اي حاجه دايره بديكي لا حتى الصابون بجيبه شهاده لكن ظريفه يا اديكي العافيه لا مع السلامه ما كانت تجرحيني خلاص تمام من والله ما جرحتك يلا مع السلامة خلاص ها ما قلتي لي اها ولدك نجاح الحمد لله كان بليد قلبك بينه ولدك في النص كان بليد كان بيقرا مع ولد منو البليد هو
ما بليد بليد يعني، لكن يعني المهم يعني. لا ولد منتي قاصده منو؟ ولدك انت ولا هو ما ولدك البليد؟ ام البليد ولا ابو البليد ولا حبيبه البليد ولا جبت عشان يطلع بليد؟ البلد حاجاكم كنت اللولة يا نبيلة عارفاكي. اي عارفة. عارفاكي كنت شاطرة. اها اولادك نجحوا ان شاء الله جابوا حياة كويسة. الدقيق دايره ولا خليتي؟ لا ما تتضايقي يا نبيله يا حبيبتي، دايره بس الدقيق. وانت اي حاجه دايره النبي اش حديني معني ما عندي هندق. لكن بس دايره الدقيق ولا خليتي؟ دايره الدقيق قفل سيره البلاده والنجاح. لا والله ما في حاجه، بس دايره حبه الدقيق وزيت الديني لي عشان الظروف ما معروفه لي قدام. عليك الله. هاي. خلاص تمام. خلاص حبيبتي مع السلامه. هاي. بجيكي ان شاء الله. بوسي لي اولادك. عليك الله. نتلاقى عليك الله عشان اديك الدقيق. ما تنسى تجيب الاسبرين. بس عاجبك كده؟ خربتها وقعدتها؟ انا خربتها. هاي انا خربتها حسن. هاي صوفا احنا قاعدين فتره. لا والله صلصه ما بيتها، صلصه ما بيتها. ها بيع شنو انت؟ بيع حزتك ده؟ بيع شنو يا حسن؟ ها هو عاجبني انت؟ عاجبني انت يا ابو قلب ابيض؟ والله قلبي ابيض ما ابيض. شنو شنو يا قلبك ابيض؟ تفرتق علينا شكل جالك يا اخي، شكل جالك تفرتق علينا. هو فرتق والله ودك خلاص. ها طينتها طينتها حسن، طينتها دكان ده. اها وقف انت، انت ده ما طينت دكاني ده. عين العشره الفار، الفار بيجي دكاني ده ما قاعد تلقى حاجه يا حسن. الفار يا حرام عليك والله. الفار قريش ما عنده زوجه. عليك الله. خربت علينا وقعدت. والله خربت انت ده. حس عليك الله حسن، الوضع ده عاجبك؟ والله ما اقول لك انا. انا لا يخس لي فتره يمين. انا صابونه ما بعتها، صابونه ما بعتها. انا الصابونه دي ذاتها بقت ما عندي. والله الله يسعد عندي، وهذه بضاعه كثيره ومدتها انتهت. اسوي بقى شو ذاتها ما عارف. لكن يا حسن نخسر يعني؟ حتولي تبوس يعني؟ هاي والله يسوي شنو؟ انا هنا حيلتنا شنو غير الدكاكين؟ انت ما تبقى زول حنين شويه يا اخي، يعني طالما في مصالح بيناتي انت تبقى زول ترخي يا اخي، تقعد تقول لي الخور ومو الخور؟ تقول لي الخور. يا حسن اذكرك بقصه الخور دي، الخور ده اهم رابطنا. حتى انت بغادي وانا بجاي، الايام اللي عشناها الحلوه دي تروح ساي، الخوه دي يعني كده تنتهي في لحظه. انت ما طبيعي ولا انت زي الوان ولا شنو؟ شنو الخور رابطنا وشنو؟ زي الوان يا حسن. انا بدي اقول لي زي الوان بتجرحني؟ اسالك شو تجرحني يا حسن؟ زي الوان اذا كان حاجه بتتضرر فيها بتجرحك. لا زي حسن عليك. انا ما بعرف ولا بجابر ولا امي ولا بجابر اي زول حاجه بقت بتضيبك كثيره بتعديل كده. ايوه يعني انت قدرت تفهمني يعني بالمختصر المفيد؟ ها انت ضدي؟ انا والله شفت ضد اي زول يقف ضد مصلحتي. حسن حسن مصلحتك ما كانت مصلحتي. ما انا اسف انت مش متضرر. هاي متضرر ما متضرر شنو؟ ما متضرر دكاني بس انت جابت لها قباحه وقلة ادب. قباحه شفت يمين اغرق الخور ده، انا اغرق لك ابوها له. انت لسانك ده يومي بتزيده متر وتنبسني بيه. الله يلبسك يا زلمه. قول لها قباحه يا زلمه. بدل ما حكي قطم قطم بس قطم. انا قطم قطم بس يا زلمه. انا قطم يا متخلف. آه يا حسن يا زلمه بيني بينك شنو؟ مش الخور ده؟ مش الخور ده؟ اها نعذر بس نعفر. آه والله انا خورده كمان املاو لك شوك وقداك واملاو لك اي حاجه ذاته. والله انا عامله لك اي حاجه والله. بسبب الموضوع ده لو دار حرب انا قوم لك حسن. انا لها. الله اكبر. انت لها. الله اكبر. استعد استعد. ما بعرف. اي حسن حسن انا كعب، انا ما بتعرفني. انا كان قمت يمين يمين. انا خبيث عديل كده. خبيث؟ انا عفن انا عفن. الموضوع ده انا في عديل. الموضوع ده من جاب دكاكي. شنو جاب دكاكي؟ انا عشان دكاني ده بموت نيم كده ده. والله يتبوي. اول حاجة يا دول بيني بين الخور بس. ارجع خور. الخور ده ارجع حتتك. ارجع حتتك يا زول. انا الحين اللي بيجاي ده يسوي كيف؟ انا اللي يحرقوا. انا ما شرقتي بزول. انت ده ما شرقتي بزول. يحرقوا يا حسن. بس بيني وبينك يا زول الخور ده بس. ويتغرق يتغرق يا زول. يتغرق؟ هاي حسن انها الحرب يا حسن. انها الحرب يا خزاعة. خزاعة؟ كويس يا قرطمة دقيقة بس. والله ما شغلت بأي زول يا زول. انا ما بخليك يا حسن. شنو؟ ما بخليك. ولا ذاتي ما بخليك. حتى عليك الله الخور ده. الخور ده الله حسن. انا خلاص لك يا زول. نرجع للناس بس. الحال ده راضيك؟ نرجع للناس. ارجع للناس. نرجع للناس. ايوه ارجع للناس. نشوف الناس. يلا
والله انتوا لازم تتصالحوا عشان مصلحه الحله دي والحله دي، ولازم تصلحوا بيناتكم ده عشان المنفعه تعم الاهل في الحل في حلتين. يعني انا في رايي انكم تشوفوا المشكله دي شنو وتعالجوا وتصالحوا عشان مصلحه الحله. انا بشوف انه بس يعني تتصالحوا وتتعاونوا وتعمل لكم شركه كويسه كده وتكون متواصلين معاهم وتكون سوا. الله حسن ويونس كلهم اخوان وكلهم فاتحين دكاكين في الحله بجاي، وان احنا دايرين نستفيد من الاثنين، فلازم انتوا تتصالحوا مع بعض وتبادلوا التجاره بيناتكم عشان المنفعه العامه للسكنين. انا شايف بانه اساس الاختلاف بينكم وبين العلاقه هو الخور، واتمنى الخور ده يندفن بعد ذاك العلاقه تتراجع زي ما كان. انا في رايي انه الناس ديل يعني ما في داعي يسمعوا كلام النسوان ويقوموا يتشاكلوا، يعني هم يعني لمصلحه الحله ولازم يصلحوا بيناتهم اصحاب الدكاكين، وبعدك يعني النسوان ما يسمعوا كلام الناس. انا بشوف انه العلاقه التبادليه والخور اللي بيجيب لنا مشكله ده الجهات المسؤوله يمكن يعملوا لنا علاقه الخور ده يدفن، وان شاء الله ما بيكون عندنا صراعات ان شاء الله. برايي انا يلم شيوخ الحله ويحلوا الموضوع ده بالراحه كده ويلا يلا. يعني الموضوع شيق ومثير للاهتمام، وموضوع الحدود مهم جدا، ولازم يعني ما يكون بين الناس حدود، لازم يكون بيناتهم يعني عشرة من دون حدود ومن دون كلام. يعني أنا بشوف الناس دي لازم يصالح عشان مصلحة الحلتين، ولازم ما يكون بيناتهم يعني في حدود وكذا. خاصة في هذه الولاية عندما نتحدث عن معنى الحد نريد أن نوسع هذه، لأننا نعني أن عندما نقفز فوق هذه الحواجز ونكسر حاجز الحد ونتداخل مع بعضنا كبعض، يعني شعوبا ودولا ومجتمعات وسكان، وخاصة نحن في غرب دارفور، هذه تعني عندنا الكثير. لا، هذا يعني أننا لنا تتداخل المصالح، تتشابك، تتعاون، تتلاقح الثقافات. حيين يا اخواني، حسن ده طار وين السي؟ اسوي شنو انا؟ الاولاد رجعوا من المدرسه، دي حاله دي ما قادرين ندفع قروش المدرسه. يا اخي انا قاعده في البيت دي ما عندي لشنو، وحايم هو لها امي زي خلي لي حاجات في البيت وخلي لي قروش في البيت، ما عارفه طاير وين، عذبني ذاته. بس ما شوين عليك الله. حسن حسن كنت وين انت؟ انت يا ولدي ما عندك شغله غيري؟ ها بس ما غيب منك خمس دقائق. حسن حسن شنو انت؟ مالك؟ وغايب وين انت؟ غايب قاعد هناك، قاعد هناك عندي بعمل لي دلك ليدي. دلك ليدك؟ هاي ما دار داعيك. تدلك يدك فوق شنو انت هنا دي واحنا ما عندنا اي حاجه خلينا. ما سوي شنو؟ ما هي قسمتك كده؟ والله كرايك حاره معايا مره، والله كرايك حاره. مين ما دخلتي علينا الشفتيه؟ يا حليلي انا والله يا اخي. يا اما بنات خالتي وبنات عمتي كلهم عرسوا عرس، لكن انا الحمد لله خليني مني انا. ما خلاص خلاص شنو معرس لي كرب، انا اسوي شنو عاد كرب منو؟ انا كمهم ما مشكله. عايل لي؟ نعم. اولادك مالهم؟ طردوهم من المدرسه عادي، من زمان قاعدين يطردونا يعني شنو؟ هي انت داير اولادك ما يطلعوا ولاد زيك وزي اخوانك؟ ها؟ ولا اولادك لو طلعوا زي ما بختهم؟ ما بختهم. بختهم في شنو؟ ما انا عمري يوم واحد انا جيت اقل من ال 30 دارين شنو؟ ال 30 من يا حسن؟ ما هو عشان كذا طلعت بليد وما منك اي فايده. انا ما بليد بعرس زكيتي عليك الله خلينا. والله بليد، والله انا بليد وغبي كمان ولا بعرف اعزل ذاتي. انا يا اما انا قاعد اوريك انا كمان، انت بتبقى زول انت. هسه موضوعك شنو؟ موضوعك شنو؟ موضوعي اولادي دير، خلينا لك ده النجوح ساي ما في. اولادي دير المدرسه طردوهم. ما عادي كيف عادي؟ ولا يعني كيف عادي؟ وريني عادي كيف يعني؟ يعني انت مسمر لي كده دايرني انا شيل لي سيف اقول لهم طردنهم ليه؟ ما يطردوهم معايا ولا لا؟ ما طردنهم عشان سيف. شنو؟ طردنهم ببساطه، دايرين قروشهم. طيب ما خلاص يقروا مجان؟ اولاد وزير يا ايمو، اولاد عميد يا ايمو، ولا اولاد استاذ؟ المهم يا زلمه المهم اولاد في النهايه، اولاد اللذينة ثاني في حاجه؟ بس يا هو اولاد اللذينة دايرين قروش. قروش ما في، قروش نهي. ليه قروش نهي؟ كذا بس ما في، ما عندي قروش. ما عندك قروش كيف يعني يا حسن؟ الكلام الواضح ده يا مالي، اقول لك ما عندي قروش، انا اعمل شنو؟ اتلب اتلب اتصرف اتصرف. وليه ما عندك قروش؟ انتوا يا اما القروش قاعده كده في قلبكم. وين؟
كيف وين؟ وين وين؟ ماصك مرض، انا ما عارفاك مرض ومن عرستك مرض. عندكم قروش؟ نحن قاعدين هنا جعانين، لا قادرين ناكل، لا قادرين نعلم اولادنا، واخوك بهناك يا يمه مستمتع بقروشنا، ومرته الذهب ده من هنا لهنا، والبيت كله ملايات، والاكل اللي بياكلوا نحن طماطمايه ما لاقيناه. اخوك هناك نايم بالحياه كلها واولادي ما يقروا. يا اختي هي قاعده تديني حق اخوي، ما قاعده قصر، قاعده تديني حقي عادي. اديك الصي انت، اديك شنو؟ قاعد يديك شنو في قيمتك؟ قاعد يزرع ويديك السيمه، ما في شنو ثاني؟ يقسمها شنو؟ شنو؟ قاعد يشيلها كلها، بيجيب لك صدقه، يجيب لك صدقه شاهده ما حقك وانت اخوه الكبير. هذا شغل الشياطين ده، خلالك ما تعرف شياطين منو؟ يا زلمه هناي اخوي ما قاعد يقصر معي، ما قاعد يقصر معي، قاعد يقصر يا حسن، قاعد يقصر، قاعد يقصر. كيف قاعد يقصر؟ كيف بيقصر؟ الواطه دي كلها هو بيشيلها بخمها، كلها بالفيها بيشيلها بخمها، وانت ده اهند اللي بيجيبها لك دي بس تشيل عليك. الله اللي بيجيبها لك دي بتتم لها 15 يوم؟ ما بتتم والله. يلا خلاص الواطه دي حقتكم انتوا كلكم، انتوا شركاء فيها، صح ولا ما صح؟ صح. خلاص تمسكها زيه، تاخده نص بالنص. نص بالنص ولا ابيع عديل؟ بس جيتني تبيع، عديل تبيع يا طول، تبيع هاي بس تبيع. ونفكها على روحنا دي والله، يجوا يجوا قتلنا. ليش عليك الله، احنا عندنا القروش وعندنا هنا ونقعد كده جعانين واولادنا ما يتعلموا. والله صدق اولادي يا ما كانت اقول لك كده، ما كانت اقول لك كده من زمان. هسي قلت لك ما في، ما في شيء. هسي قلت لك والله ما بخلي، بس حقي ما بخلي، ما حقي حقي ولا ما حقي؟ حقك بخلصه. وانت اخوه الكبير. مين شفت الليلة اللي بحسبه لك؟ بس تحسمه. هاي شفت تمشي هناك الارض دي نص بالنص. ولا ولا اقول لك كلام، بيعوها. نبيع بس. بس. يا زول نبيع. بس وفشي. بيع. والله تلمي زمان كان نباتيني. زمان لو كان نباتيني كان الموضوع زمان. آه يا اخي عليك الله، خلينا نلبس زي النسوان وخلونا ناكل زي الناس. يا والله اقول لك كلام. والله لي 6 شهور نازلين بتيخة، بس بتيخة ما الاقيها انا. امشي شوف، امشي البتيخه اللي في بيتك. يا زول اقول لك كلام، هسه امشي واحسن الموضوع ده، امشي واحسن الموضوع. اي ايوه 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 اها اها لا 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 ارفع 7 شوالات، 7 شوالات للحل ايوه بس لا لا حاج فلان ده انا عندي معاه موضوع عليك الله، ظبطوا لي تفاصيله وحاجاته دي. اي اي لا زراعة الدور ده جاهزين نحن الليله، الدور ده انا دار ازرع زراعه جميله كده، لانه حسن اخوي ده دار اكرمه المره دي. اي ما في اي مشكله، ما في مشكله، لا تمام. موضوع التقاوي لا، جيبوا التقاوي المحسنة، جيبوا المحسنة دي كويسة. اي اوكي الله يديك العافية يا اخ، الله يديك العافية، تسلم تسلم يا اخ. حسن كيف اخوي؟ كيف حبابك؟ مرحبا بك. الحمد لله والله. كيف حالك؟ تمام حسن. اي حيان ولا شنو مالك؟ والله جايين يا اخو، مالك شربان كذا جيتني مالك؟ تعبانين يا اخو، الواحد فينا ما قادر يعيش بقزات والله. يا حسن مالك التعب في الدنيا دي وانا قاعد يا اخوي؟ يا اخ والله ما لاقين اي شيء، والله لا لاقين ناكل، لا لاقين نشرب. حسن الظروف زي الطين، لو المدارس عم الزبن لو... لا مالك الحاصل شنو كده؟ احكي لي. تعال تعال يا اخي، تعال لي تعال 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 قريب لي، تعال تعال. انا لو بقدر اجيك حالي والله حيل اجيك بوزاته ما عندي يا اخي. كيف الكلام ده يا حسن؟ الحاصل شنو؟ احكي لي المشكله الحاصله دي، احكي لي. تعال يا اخي تعال قريب يا حسن، يا اخي تعال قريب يا اخوي. يا اخ مالك يا اخ؟ والله تعال يا اخ، بعدين صراحه النسبه، النسبه دي نسبة شنو؟ النسبة بتاعت القاعة الدينية دي وين؟ الزراعة. اي والله والله اقول لك كلام، والله ما قاعد نستفيد منها اي شيء. يا حسن كيف الكلام ده؟ نحن ما قاعد، ما قاعد اكسب معك مصنع يا حسن. والله بدك تكسبها، لكن والله يا حسن انت بتخونني يعني. انا ما بخونك، لكن والله صراحة ما بيسوي شيء انا يا اخ حسن. اي يا اخي انا مالي ما مالك، والارض دي ما حقتنا ورثناها. اه ونحن اخوان. لكن انت متاكد نص نص؟ متاكد ما نص يا ابي حسن؟ انت بتخونني يعني ولا لا؟ ما بخونك، لكن انت والله انت قاعد تكفيك، لكن انا ما قاعد تكفيني حسن. انا بزيدك، بزيدك يا اخوي. تزيدني شنو؟ بزيدك. مش حصتك دي؟ انا بزيد لك. انا اقول لك كلام. أه. لا زيدك، لا زيدك يا زول اخوي، انا دا ربيع بس. دار تبيع شنو؟ دار ابيع يا حسن دي وافرج على روحي يا اختي. حرام عليك يا حسن، دار تبيع ارسنا. هاي ها هذول ارسنا ترتنا كرنكنا على ما بعرف. الله يرضينا، احنا ما ورثناه من ابوي. شنو تعب فيها يا اخوي؟ يا ابوي وين ابوي؟ ما زمان انتهى الموضوع، انتهى. داري نبيع بس. حسن ده كلام شنو؟ جاب انت جبت منين انت؟ شنو انت بزول حرشك يا حسن؟ لا لا والله يا حسن انا ما بزول بحرش والله. اذا ما رايك يا حسن نبيع بس، نبيع بس. ها بيع بس، نبيع عليه يا حسن. نبيع يا زول، نبيع عليه، نفرج على روحنا دي يا حسن. انت لو محتاج قروش انا بديك. شنو تديني؟ شنو لو محتاج قروش انا بديك؟ انا ما جهاد، انا ما شحد، انا داير حقي حسن. انا اخوك تقول لي ما شحد؟ ما شحد يا زول،
مدعم لا الرومانسيات ولا الهقهق، انا لا ربيعه بس. هاي انا معترف بحقك يا حسن، لكن ما نضيع مجهودنا ساي. يا زول نضيع مجهودنا ساكت، انا عليك الله اقعد على بالي مجهودنا وتضيع مجهودنا واجوع يا اخي. القروش الدايره يا حسن. انا ما داري قروش، انا داري ابيع بس هذول. ماذا الكلام كثير حسن، ارضنا نبيع كيف؟ نبيع لك ابوها لك. احنا عشنا مزارعين يا زول، ونموت مزارعين، نموت مزارعين يا زول. ما داير ما فيها خير يا زول. بيع بس، بيع نبيع بس نرتاح، تشيل حقك واشيل حقي. حسن يا خال، انت مش حصتك نص؟ هاي. وانا حصتي نص. هاي. ها؟ هاي. انا بزيد لك ربع على النص البتاع بتاعك ده، تبقى لك نص وربع تاني. انا ثلاث ارباع يعني. هاي وانت ربع بس. بدك شيل الثلاث ارباع واديني انا الربع يا حسن، اقضي حاجاتك يا زول. يا انا اخوك يا حسن، انت لما تحتاج انا لازم اقف معك يا زول. متاكد؟ متاكد ليه ما متاكد حسن؟ انا ومالي ما كلنا كده ليك، ما انا اخوك يا اخي. والله يا اخوي، والله يا اخوي، والله يا اخوي، خلي الثلاث ارباع وانت الربع. ما حبابه يا حسن، والله ما حبابه، ما حبابه. انا الثلاث ارباع وانت الربع. يا سلام يا سلام يا حبيب حبيب. والله يا زول امسك يا حسن. حسن لا معلش حسن، حسن 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 حسن. المات بروحي يا حسن، الله يبروح. المات بروحي يا حسن. انا الثلاث ارباع وانت الربع. اي اصيل، والله اصيل. انت مع اخوي يا حسن. حسن معلش معلش، ما تبكيني يا ما تبكيني يا حسن. ثلاث ارباع وانت الربع. ثلاث ارباع خلاص يا حسن خلاص. حسن كان بكيت ثاني بس يقدر كله. دعني وغبل جبينك الطاهر. لا والله والله حسن يا اخي. خلاص يا زول، الله يعطيك العافيه. خلاص ثلاث ارباع وانت وانت ثلاث ارباع. انا على كلامي يا حسن يا اخوي. اسمع، مشي ربع وربع في طريقه؟ ما في طريقه؟ اوكي خلاص، ثلاث ارباع ثلاث ارباع يا زول. اوكي اوكي. يونس. هاي. في ظمتك الله سيدك، ما تخاف، كتاب الله جاك. ها يونس، ما هل النقاقة دي الليلة كمان؟ انا نفقع فول سكتت، احتاج تدي اخوك النص. نتارب نحش نجنكب، تجي تدي اخوك النص سكتت. تجي السنة ده لما تدي نص وربع، انت قال لي انا ما قاعد نسمع. اجاب لك الكلام ده منو؟ اجابوا لك، اجابوا لك منو؟ قلت في بيتي ولا في الشارع؟ مش في بيتي. انت بتتصنت علينا يا نبينا انا واخوي؟ ما بنتصنت، الكلام ده وقع فيها ضعين نجدو يعني، ولا ما نسمع ولا نقفل؟ لا ما تدعي يعني. نبيلة، حسن ده مش اخوي شقيقي ولا اكبر مني؟ اخوات شنو؟ هي اخوات شنو؟ كبر شنو؟ اخوات شنو؟ يا مرة هي ثلاث ارباع. يا مرة هي، انا اخوي ما بلعب فيه. ثلاث ارباع ما تخجل؟ ها؟ تجيني؟ زول محتاج، محتاج يا نبيلة، اخوي محتاج. ما اقف، ما ابقى لسنة. قاعدين نديم النص ونشيل النص، انا احنا ما احتجنا ليه؟ كم هم اولادهم خمسة؟ احنا اولادنا ستة. النقص شنو؟ نبيل الخير، الخير كتير والخير وافر، نحن عندنا اللي بكفينا. ده اخوي ما محتاج هو. ها؟ تهني في اخر عمري. خلاص هاي سوي لي حبتين جديد. هاي 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 هاي، بس بس نزل دمعتين. هاي شوفي يا مري، هاي اسمع كلامي، ده اخوي محتاج وانا سدد له حوجه. انا ما مشكلتي موضوع الحوجه، انا ما عبيت لما انت تدي النص وانا بحش وبتارب وبتعب. عملت شنو؟ تجي تقول تدي ما حقه. انا اظلم اخوي يعني؟ اظلم اكل حقه ده اكله؟ الظالم اكلكم انتوا ده الحرام يعني ولا شنو؟ وتهددني؟ انا هتجوز فيني؟ انا هاي بس 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 دي ركب لي الوش ده، نزلي دمعتين. هاي ادي الزرعانه كله. ها؟ ادي الزرعانه كله نبيله. وعدي يا اخي الزول ده اخوي. اوكي ها، الزرعانه كله ادي له. قالك الله وعدي واولادك وشفت، لو ده ما كف اخوك انا ذاتي وديني له يا اخي. طيب يا اخي ما تسوي كلامك ده يا اخي، ما حركاتك دي ما تسويها لي. هسول محتاج يا مرة، هسول محتاج. واخوي اخوي دمي ولحمي، احتاج ما اقيف معه. ها وريني اقيف معه ولا ما اقيف؟ ما عبيت لي. انت راكده لك فوق راي، والله الليله ده راكده لك فوق راي، وراتك المدرتم ده مش هتحرشوك بس. مد كلامك؟ هاي ده كلامك. انا حرشوني؟ حرشوك زي ما قلت لك، ادي اخوك اي حاجه قلبك داير تدي له. شفته وانا ما عندي مشكله، خليني اتهان واتمرمط. اصلا انا اتولدت للشقا والمرمطه والعذاب. انا اصلا اتولدت للشقا والمرمطه والعذاب. يا عمر هي، يا عمر ها، اسمع كلامي، انا كلامي ما بينزل الواطه، والقرار ده انا اتخذته، واخوي ده اديته راي واديته الحاجات دي، وقلت له تشيل ثلاث ارباع وانا ربع، لانه محتاج ولازم اقف معه. تمام. كان عندك راي قولي لي. ما عندي راي. ها؟ أه؟ ما عندي. ها؟ أه؟ ما عندي. ها؟ أه؟ ما عندي. سمعيني. ما عندي. والله الليلة كان عندك راي لترشي بيت أبوك. كان عندك راي في كلامي ده، بس بيت أبوك طوالي.
ونبدا الزراعه مثل عشان نحش له الدنيا كله. ولو في حب مالي غير في الجنات حبيت لكن نسوني ونسى دي الغير نسى دي الغير. الحمد لله قسمه هسوي شنو يا زولا؟ لقد تم بحمد الله حسم المفاوضات ولقد اقنعته على ان يعطيني الثلاثة ارباع ويشيل هو الربع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربع مين؟ وش الربع؟ فرحان من هناك وتتراقص لي وفرحان. ربع ربع شنو؟ انت قال ربع لحمه؟ يا هذا ربع واطاك كبير كبير يا اخي. لا بشيل الربع مين؟ اللي بشيل الربع مين يا حسن؟ يشيله هو وانا احنا نشيل الثلاث ارباع. غشاك. ما غشاني. حياه يشيل الربع؟ ما شبع. شبع منا. ها؟ شبع خلاص ما محتاج لي حاجه. كيف يعني؟ كيف يعني وجاي من هناك فرحان عليك الله في ذمتك؟ هاي؟ حسن داري اسالك سؤال. يا اخي جاي منتصر في ذمتك. انا عارفاك اهبلك ما قال لك للدرجه دي. لا لا للدرجه دي والله وحياة ديني للدرجه دي. ها؟ حسن. هاي. عندك دولابته في بيتك ده؟ عندي. وينه؟ عند النجار. عند النجار له كم سنه قاعد عند النجار؟ بتقول لي عند النجار 12 سنه. اما انت في ذمتك عندك غير الجزمه اللي لابسها دي؟ هاي. شفت اخوك؟ شفت بيتهم؟ شفته. في كل غرفه دواليب. شفت العفش؟ شفت ثياب مرته؟ هاي. شفت الذهب اللي لابساه مرته؟ هاي. شفت صينياتهم اللي بياكلوا فيها تاكل السم؟ شفتهم بياكلوا شنو؟ حي حي حي. شفتهم بياكلوا شنو؟ شيء ولحمه وكبد وجداد وسمك. الله يشوي رقبتك. الله يشويك. جاي وفرحان وبتغني لي قال ربع ثلاث ارباع. ليه ثلاث ارباع؟ يعني هو حياته دي كلها ممكاوش فيها وبياكل منها وبيديك كده الصدقات بيقدع عليك. اعوذ بالله من الشيطان. بياكل لما بقى هو ربع هو بياكله ما بعرف بيضعف 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 ماشي بيضعف. يعني شنو يعني شنو يعني شنو؟ يعني انت زي ما هو اكل منها سنين دي كلها تشيلها وتاكلها انت. نمي ياكلك ان شاء الله بركة الله. نمل نمل يا لجنايك بتتاكلي في التلج تاكلي في التلج التلج بلا يا خمك. ما غستني؟ يعني ترى شنو؟ ماشي وانا قلت خلاص نبيع بس يعني نبيع بيع يا تبيع يا تمسك انت الواطه دي تشتغل فيها زي ما اشتغل فيها هو تكسب منها هاي تغنى منها زي ما غنوا. نعمل اي حاجه عملاهم كان 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 من هنا لهنا ما تفك الواطه كان كان. احييك ايتها الشيطة احييك احييك هذا خلاص يا اخوي يا ظالمني. هاي. ظالمني وطول عمري ما ظلمتك يوم. حسن حسن ما ادري حبابك لا تفاوض لا حوار لا نقاش لا شيء. لا حبابك حي ما ربيع بس ركب لي وشكك والله يا ركب لك شفته وش ملاحظات يا ذو هاي. حسن ما لا لا ربيع بس دار تبيع شنو؟ دار ربيع الوطن لا ربع ولا كمونيه بس ربيع بس. اخوانا حسن ده جنة ولا ما؟ يا اخوي جنة وفقد المحنة ذاته يا ذو البايع بايع بس حسن بايعين حسن يا ذو المقاتلين يا اخي انت ما جيتني وقعدنا اتفقنا وقلنا يا حسن تشيل الطلاقة يا اخي نطيت 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 هذا شنو نطيت من كلامي كله بليته يا ذو نبيع بس حسن احنا بنلعب تنطط لي كل شوية في الكلام يا ذو البيع نبيع بس حسن ارضنا ما بنبيع يا حسن نبيع نبيع لك ابو هلا عليك الله نبيع عليه نبيع عليه حسن يا ذو نبيعها بس ها نبيع يا ذو ما بدل اي شيء داري ننفس على روحنا دي يا اختي يا اخي انت عندك مشكله يا اخي احكي لي مشكلتك نقعد نشوف ولا حل لكن ما تجي تقول لي نبيع الواطه يا حسن ما نبيع شنو يا اخي الواطه ما بنبيع يا حسن الواطه والله يا زول انا ببيع حسن ما ادري كلام بس ما ادري اي نقاش انا ولا تحنيني تقول لي يا زول بتقول لي ما ادري انا داري بس ابيع استلم قول شيء افرتك بس يلا دارت افرتك شنو يا حسن لا افرتك اي حاجه زول بس بيع اي دارت افرتك اي حاجه يا حسن دار تفرتق الخوة بسبب الواطة دي دار تفرتق يا ذول هاي يا ذول ما تحنك ما تحنكني يا ذول هاي ما تحنك الأسرة دي تفرتقها يا ذول أنت عندك منو في الدنيا دي غيري أنا يا حسن يا ذول عندي الواطة دي بس أنا ما عندي عندك الواطة بس هاي حسن حسن الواطة دي ما بتتباع شنو؟ ما بتتباع الواطة دي ما بتتباع تتباع ما بتتباع ما بتتباع وعن أي حاجة ذاته يا زول ببيع حسن نبيع بس جابت لك كلام فارغ والله كلام فارغ شنو؟ جابت لك حسن يا زول نبيعها بس نبيعها ولا نستشير الناس نستشير ما بنبيعها يا حسن نستشير يا زول اقول لك كلام كروس الدائره انا بديك ما دار انا ما شحات انا ما جاي على بديك حقك انت ما شحات لا يا زول نهي يا زول بس بيع بس بيع كهي حسن انا بتقول لي نهي وبيع كهي اي والله اي والله وزندقي كمان وزندقي يا حسن اي اي زندقي كمان اي والله حسن الواطه دي ما بنبيع يا زول هوي نزل بس نزل ما بنبيع يا زول نزل الناس بس
انا طبعا في اقتراحي الفردي انه النساويين طبعا ما هيخشوا في الخصوصيات بتاع الاخوه هم الاثنين، يخلوهم هم يعيشوا في مبادهم، والنساويين هم ما يخشوا في شنو في خصوصيات بتاعهم، لانه هو كل ما خشوا في خصوصيات بتاعهم بيتحصل الى شنو الى التنافر بينهم، فكده بكون بينشطوا هم والاخوان. انا بنصح كل العوين يعني ما يتداخلوا بين الراجل واخوه، يعني شنو هو لو شال حق اخوه عادي ممكن يشيل حق اخوه نفسي حقه، يعني ما يكون في تداخل بين الاخ واخوه. يعني انا في رايي يعني انه الورثه دي لما تتباع بكون في شنو جفع مع بعض، لازم يكون شنو يتفاهموا الموضوع، يعني الاخو ده يعني ما قصر، ما وداه ثلاث ارباع يسليه بو ودي هو ثاني يرجع شنو يقنبه كان يشوف هنا الوطا بتام دي كمان بتنتج شنو يعني، لكن الورثه بتجيب الجفا يعني كل زول بيشيل حقه ثاني ما بكون شنو هن مع بعضهم. رايي في الحته دي انه الزول ما يبدل الخوه بالمال او الجاه، مفترض يصافوا المال ما له قيمه، وزي ما الزول المات وخلاهم ورثوهم حيموتوا بكره، مفترض ما ينسوا خوتهم. انا بشوف في الورثه ده طبعا حق شرع بتاع الله سبحانه وتعالى، الزول طالما اسو ورثه موجود يورثوه ويقسموا شنو يدوا اي زول نسيبه ويكونوا شنو هم من ناس اخوان، وفي النهايه شيء لمهم شنو ورثه. الورثه ده بيجيب خلاف بين الناس وبيجيب خلاف بين الاهل، واذا كان مالهم المال ده اذا كان ما قسموا معناته بيكون شنو ما بيتفقوا الاخوان، احتمال يكون خلاف بينه وبين الاخوه وخلاف بينه وبين الاسره وتفكك شنو وتفكك الاسره الموجوده عشان. انا في رايي بانه الزول ما يتدخل بيه، بس ولا خلاص الرجال ما يسمع كلام النسوين، يعني ممكن الراجل يسمع كلام المراه بتاعه بيجي بيطرق مع اخوه في الارض اصلا كده انت بتاع الاب او بتجد ممكن يقسموها بالنص، المفروض بانه ما يتدخل الراجل بانه يسمع كلام زوجي يقسموه بالربع الى ما يدي الاتي. يعني احنا لازم نعيش اخوان وما نسمع التهميشات من طرف ثاني، ونعيش اخوان وناكل اي شيء مع بعض ونعيش حلوين. انا في نظري شخصي بانه نشيف الحوار الدارت بين المرأة والزوج وحاجة كده ما في علاقة بأنه تتدخل بأنه والميراث نسب أي شخص طبعا زي ما قالوا، لكن الناس تتفاهم مع بعضهم تشوف الحل الأفضل بالنسبة للإخوان، بأنه حالة الميراث ممكن يؤدي إلى فتنة ولا حاجة كده، ولا يسمع كلام النساء وحاجة كده يؤدي إلى فتنة بين الإخوان وحاجة كده يؤدي إلى تفرتق الأسرة وحاجة كده. بس عايزة أقول للنسوان ما يتداخلوا بينهم وبين الأخوان، لأنه كده بيجيب المشاكل وبيجيب الحساسية في العسرة، والنسوان اللي بيقولوا عايزين ألبس الدحب وكلام زي ده أصلا البيت بيمسكوا الخناعة ما بيمسكوا المال، عشان كده أنا عايزة أقول لكم ما تتداخلوا في حياة زي، لأنه بيدحور مجتمعنا نحن وبيدحور مجتمعنا السوداني. حقيقة أنا بشكركم، وأنا بتمنى إنه لو في قوة أكتر، عشان إنه ما الحياة ليس مادية إنما هي الإخوة، ما انه الاخوه هي اللي بخليها اللي بيصير الحياه اجمل. الارض ده ممكن نتفق منها ونارس الارض ده ونتفق منها وناكل سويا، يعني اذا بين الارض ما نلقى اكل ناكل منها، ما لازم نتفق الارض ده ونهرس وناكل منها. يعني والله انا بشوف الحوار الدار بين اخينا واخوه الثاني ما في داعي للاراضي وما في داعي للمستثمرات، المفترض يمشي لاخوه الثاني بس ويسلف منه جزء من الرصيد او يتفقوا بيناتهم يعملوا بحياه تكافل وتكامل بيناتهم، ما في داعي للجدال وما في داعي للنقاش وما في داعي للجوده.